السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وائل محمد، رابعة حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، قسم ساينتفك كومبيوتنج، دفعة 2016 ل 2020 إن شاء الله. إن شاء الله في البلاي ليست دي هشرح محاضرات الماشين ليرنينج للدكتور دينا خطاب. إن شاء الله هنحاول إن احنا نكفر أكبر جزء ممكن من المحاضرات أو المحاضرات كلها، ونحاول إن احنا نكفر كل حاجة الدكتور قالتها في المحاضرات بإذن الله. يعني في حاجة بس نقط بسيطة هقولها، لو انت مثلا حد بيشوفنا من الدفعات الأصغر فأنا هسيب لك لينك في الديسكريبشن تحت. اللينك ده هيبقى فيه كل المحاضرات بحيث ان انت تشوف الأجندة بتاعتها والسلايدز وكده والكونتنت، هل ده اللي انت محتاجه ولا لا قبل ما تخش الفيديو، لأن التايتل بتاع الفيديوز هيبقى بس اسم المحاضرة. حاجة كمان بالنسبة طبعا بعد الفيديوز دي، اكيد لو حد من دفعتنا يعني في حاجة برضو لسه مش واضحة او في حاجة لسه مش تمام بعد الفيديو او مش مفهومة، يعني يقدر يكلمني وممكن نقعد مع بعض 5 كده في الكلية، مفيش اي مشكلة يعني نظبط الجزء ده لو انا كنت عارفه يعني ان شاء الله. يعني دي النقطة التانية. تالت حاجة موضوع اللابات، والله انا مش عارف يعني نعمل بلاي ليست للابات تاني هي كمان ولا لأ. هو الكونتنت بتاع اللابس هو المحاضرات، يعني لو اللاب مثلا ماسك جزء فهو هيكون اتشرح في المحاضرات، فهل نعمل للابات؟ اللابات بيزيد عليها بس الجزء البراكتيكال، الجزء العملي اللي فيه الكود. فشوفوا يعني لو لقيت ان في ناس، يعني لو حد كلمني وناس طلبت ان احنا نعمل للابات انا ما عنديش مشكلة، انا مستعد يعني، بس ايه على حسب هل الناس عايزة ده ولا لا. هو يعني اللاب هيبقى هو الكلام اللي في المحاضرة باختلاف بزيادة بس حتة الكود. آخر حاجة دي بقى، يعني ده طلب شخصي، ده رجاء شخصي مش أكتر. أنا في آخر كل فيديو أو في الديسكريبشن بتاع كل فيديو هسيب لينك للفورم دي. الفورم دي بسيطة جدا، هي ما فيهاش غير الاسم والفيدباك. أنا يعني واحد من الناس المهتمة بالساينس كوميونيكيشن تراك ده عموما، فالفيدباك هتفرق معايا كتير جدا جدا جدا. يعني قول اي حاجة بقى نيجاتيف بوزيتيف في اي حاجة، فرجاء شخصي ما تبخلش بالفيدباك دي. بس كده ان شاء الله ربنا يوفقنا ونفهمها كويس ويوفقنا في الميد تيرم وفي الفاينل بإذن الله. شكرا.